وبعدين انا مليان سكن، قعدت في الجو... في راجل واحد راجل طيب اديني اوضه بس ما لياش نقاش خالص. ايوه وبعدين انا اشحت يعني لا لا انا مش عايز اشحت مش عايز اشحت. وبعدين انت عارف في الشهر بكام الاوضه ديت؟ ها ب 200 جنيه. طب هجيب 200 جنيه منين؟ انا ما لياش ولا 100 ولا 50 ولا ايه. هذه بس حاجه عليها رقم تليفون. نعم يا بيه رقم تليفونك عايزين نصور دي كده ونحط عليها رقم. ما عنديش تليفون بيه. طيب انا ما عنديش تليفون. هكلمك ازاي يعني؟ انا تحت امرك يا بيه. حد حب عشان طيب ماشي ماشي بس انا المحامي ايوه بص بقى بص بقى خلاص قبل ما اروح اشحت. لا 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 انا مش عايز اشحت. انا مش عايز اشحت. انا مش عايز اشحت. عندك ايمان جامد يا حاج بالنسبه للسكان هيخلص. انا مش عايز اشحت. ماشي لو انا ما احنا ما رضيناش. ايوه بي انا مش عايز اشحت. طيب ماشي خلاص انا بشحت دلوقتي. خلي عندك ايمان جامد يا حاج. ناخد التليفونات ولا نشوف طريقه نبعت معاك حد لجماعه بتوع التجاره. خلاص يا حاج اهو خلاص التامينات ده ماشي مالهاش تامينات. طب خلي الورق ده كله معاك. ماشي حبيبي والبطاقه وكل حاجتك معاك. ماشي تحت امرك. ماشي تيجي للمحاضره. اه والعنوان اهو بقى والعنوان خليك بس مع الراجل ده كده شويه عشان الميعاد والمحافظه. مش حبيبي مش حبيبي. بالنسبه للشارع زكي الله يجعلك من النجاحين. الله يكرمك يجعلك من النجاحين يا رب. ربنا يولي من يصلح.